سيداتي سادتي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مع طريق في العروض العقاريه الرائعه. في العروض العقاريه المتميزه كما هو الشأن اليوم، جايب لكم واحد الشقه من الشقق المفضله لنا جميع. علاش؟ من ناحيه ديال عدد السكان ديالها قليل، جات في ار بلس 2، في عماره بما معناه كاينه وحده شقه واحده في الطبق الارضي وشقه في الطبق الاول، وهذه جات في الطبق الثاني. واللي زوين فيها هي انها جايه بجوج ديال الواجهات دو فاساد، وزائد حاجه اللي هي مهمه لو هي كتبع بهاد الاثاث كما كتشاهدوه معايا، الناس اللي كيقطنوا خارج اراضي الوطن قرروا باش انهم يبيعوا هذا العقار وهو مازال في الحله الرئيسيه ديالو كما تشرى النهار الاول. وزائد اللي نقدر نقول ان هاد الشقه نهار تشرات النهار الاول تشرات في حله اخرى، عاودوا لها كل ما هو من الاضاءه، من الناحيه ديال مثلا لانستالاسيون ديال الضو، منين دايز لانستالاسيون ديال البارابول، لانستالاسيون مثلا ديال الماء، كل شيء قاموا بالتغيير ديالو في هذا العقار. اذا كنقول لكم بقوا معي اعزائي المشاهدين باش نشوفوا الفصله ديال العقار وكل حاجه فين محطوطه وكل حاجه كناكدها ونعاودها جديده. عندي هنا هذا هو الباب ولا المدخل الرئيسي، كنلقاو قدامنا عندنا واحد الفاسك ولا واحد لافابو ديال الدخله. والحاجه اللي زوينه هي انك امام الباب ما غاديش تحتاج تدوز من الصالون ما الى ذلك باش انك مثلا تسدي التقضيه ما الى ذلك، كتلقى المطبخ ديالك قدامك هو هذا، ومطبخ اللي هما اللي صاوبوه مالين هذا العقار، هما اللي صاوبوا هذا المطبخ، ومطبخ اللي تشرى جاهز وجا وركبوه. وتعاود تزليج من ناحيه ديال الزليج، من ناحيه ديال الضوء، الاناره، كل شيء تعاود هنا في هذا العقار كما كتشاهدوا معايا. بالنسبه حتى الرخام نوعيه اللي هي ممتازه، الرخام اللي دايرين في هذا بلون دو ترافاي، كاين الفران هو هذا فرن، عندنا كذلك لابلاك، وعندنا لاوط، وعندنا الثلاجه راكم كما شفتوها معايا كاينه برا، خرجوها برا هذا هو. ونزيدكم هي ان عندنا واحد البالكون واحد اخر هنا، وفيه شوفوا ديالو ديال الماء، وكاين عندنا شوفوا، وعندنا كذلك الماكينه ديال الصالون. اذن اعزائي المشاهدين، العقار اللي كنوصف لكم اليوم اول حاجه انه كيتواجد بمدينه مكناس، ومن مدينه مكناس اقدم لكم التحيه والسلام اينما كنتم داخل وخارج المغرب، اقدم لكم التحيه والسلام. تنقول لكم العقار ديال اليوم راه بالضبط الموقع فين جا، جا في الحي ديال الويسلان. واحد الناس اللي ما تعرفوش مثلا الحي ديال الويسلان، راه واحد من اكبر الاحياء في المدينه ديال مكناس، اللي فيه كل زعما ما يبحث عنه الانسان في الحياه العاميه ديالو، مثلا بغى المدارس للوليدات ديالو، ولا بغى مثلا السوق، بغى المواصلات، وجات في واحد البلاصه اللي هي هادئه، واحد البلاصه اللي هي ترونكيل. حتى بالنسبه للاطلاله ديال هاد النوافذ ديالها مع جات جوج ديال الواجهات، اطلاله اللي عندها واحد لافيو اللي هي طويله. اما بالنسبه للصالون وشنو كاين فيه من اثاث كما كتشاهدوا معايا، صالون مغربي لحق وطريقو بجميع الديكورات اللي فيه، عندنا مثلا تلفاز، وتلفاز اللي ماركه اللي معروفه، كذلك كاين كليماتيزر، كاين المكيف، كاين الريدويات، تم الديكورات اللي داروا كل شيء كاين هناك، واحد التناسق وتناسق كبير. اما بالنسبه اعزائي المشاهدين باش غادي ندوزو نهضر معكم على الثمن ديال العقار ديال اليوم، هو 680 الف درهم، كنهضروا على 68 مليون، ولربما يكون هناك شيئا ما من التخفيض ومن التفاوض. اذا غادي نكملوا الجوله ديالنا، شفنا الصالون، شفنا المطبخ، عندنا هنايا في هذه البلاصه هذه كاين واحد كوان ديرين سيجور، راه فيه كذلك الثلاجه خرجوها برا، كاين عندنا البلاصه ديال هاد السيجور هذا، وغادي نمر بكم باش غادي تشوفوا معايا الغرف. بالنسبه لهاد البلاصه هادي هنا فين تجمعوا الغرف، هذا الشيء اللي كان جيد في هاد العقار، هو انك مثلا الا بغيتي تمر المطبخ لا داعي باش انك كدوز قدام مثلا الصالون وقدام السيجور، كتلقاه امامك والغرف جاو في بلاصه بوحديتهم. وكل شيء كما ذكرت في الاول ديال الفيديو راه مازال في الحله الرئيسيه ديالو كما تشرى النهار الاول. هنا دايرين هذه الغرفه على شكله سيجور، جلسه مغربيه، هذه ما هي الا الغرفه الاولى. عندي هنا حمام، حمام اللي هو كبير من النوعيه الكبيره، بزليج اللي ممتاز،
الدوش ديالو، البلاصه ديال البيسا دايرينها هنا، التواليت كما قلت في الاول. هذا العقار اللي كتشوفوا فيه راه جايب جوج ديال الواجهات، كله عنده اطلاله على خارج ديال هذه البنايه. هنا عندي الغرفه الاولى، قلت راه كيتباع هادشي بالاثاث ديالو اللي كتشاهدوا معايا دابا حاليا. والبلاصه فين كنتواجد راه كنتواجد بحي ويسلان بمدينه مكناس. وهنا بقات لي الغرفه الثانيه بالبلاكارات ديالها، وكاين فيها بالكون، وبالكون اللي هو كبير. انا اعزائي المشاهدين كنتمنى يعجبكم العقار اللي قدمت لكم اليوم. اللي بغى يشوفه في ارض الواقع فما عليه الا الاتصال والتواصل معي، وانا رهن الخدمه ورهن الاشاره ديالكم من اجل الزياره الميدانيه. كنقول لكم دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في عروض مقبله ان شاء الله مع طريقه.